بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة ديالنا سولو اس في تي. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا التصحيح ديال امتحانات السنوات السابقه اللي تحطوا في مدينه وجده في كليه الطب والصيدله اللي كاينه في وجده. ديجا حطينا يعني ديال 2012 2013 2014 اللي كانوا في وجده، دابا نديروا 2015 واللي حطيناهم دابا هادو كاملين بالعربيه. اللي بغى ديال الفرنسيه راه ديجا صححنا ديال اكادير السنوات ديال 2017 2018 2019 2020. اذا نبداو على بركه الله ديال 2015 وجده. استهلك رياضي قبل مباراه رياضيه غذاء يحتوي على 50 غرام من الجلوكوز. واحد الرياضي خذا 50 غرام ديال الجلوكوز قبل المباراه الرياضيه. ما هي كميه ماده الاي تي بي بالمول الناتجه عن استهلاك في وسط حي هوائي، علما ان واحد او لا ماس مولير ديال الكربون هي 12 غرام بار مول، لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1 غرام بار مول، لا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16 غرام بار مول. فكيفاش غادي نديروا لهاد العمليه هادي او كيفاش غادي نديروا نحسبوا؟ فتو سامبلومون غادي ناخذوا هاد 50 هاد 50 اللي استهلك هنايا، ناخذوا هاد 50 هادي وغادي نقسموها على المجموع ديال لا ماس مولير ديال الجليكوز. دونك اول حاجه خص المعطيات، دونك هنا خص تكون عندك واحد المجموعه من المعارف تكون عارفها وضابطها. شنو هما هاد المعارف؟ نبدلو غير اللون هنايا. شنو هما هاد المعارف؟ اولا خصك تكون عارف بان الكربون عنده سي 6 يعني 6 ذرات ديال الكربون، اش 12 يعني 12 ذره ديال الهيدروجين، او او 6 يعني الاكسجين عنده 6، مفهوم؟ وتحسب لاماس مولير. اذا لاماس مولير ديال الكربون شحال هي؟ دونك عنده 12 غرام بار مول في 6 الجزيئات، دونك هي 12 مضروبه في 60، عفوا في 6، مفهوم؟ زائد شنو؟ زائد الهيدروجين عنده عندنا 12 ذره ديال الهيدروجين، ولكن لاماس مولير ديال كل وحده هي 1 غرام بار مول، دونك هو 1 في 12، 1 مضروب في 12 زائد لا ماس مولير ديال الاكسجين اللي هي 16 بالنسبه لكل جزيئه، وعندنا 6 الجزيئات، دونك 16 في 6، 16 مضروبه في 6، المجموع تيخرج لينا هنا، المجموع تيخرج لينا 180، 180، سمحوا لي هنايا غير تنرمز لكم وصافي. شنو غادي نديرو؟ كنعرفو ان بوتيتان كتساوي بوتيتام على غران تام، بوتيتام هي 50 و غران تام هي 180، مفهوم؟ الى حسبنا الرابور غادي يخرج لينا 0.27 مول، 0.27 مول. هاد 0.27 تدل بها، راه ما عندناش هنا في الاختيارات 0.27، اشنو غادي نديرو ليها؟ اولا كيفاش غادي نحصلو على القيم اللي عندنا هنا؟ كنشدو هاد 0.27 شنو كنديرو؟ كنضربوه في 38. شنو هي 38؟ هو عدد الجزيئات ديال الاي تي بي اللي كنحصلو عليهم من واحد مول ديال الجليكوز. دونك 0.27 مضروبة في 38 اي تي بي كتعطينا شحال؟ كتعطينا هذا الاختيار اللي هو 10.55. دونك اللي ما فهمش يعاود يرجع الفيديو ويتسنت ليه. نمشيو للسؤال الثاني. تتكون على مستوى الميتوكوندري، اذا هنا كنهضروا على الميتوكوندري، على مستوى الميتوكوندري تتكون حلقه كريبس من 7 تفاعلات، اكثر من 7 تفاعلات كاينين في حلقه كريبس، يتم فيها انتاج 32 اي تي بي، ما كاينش عندنا كاع نهائيا 32 اي تي بي، يتم فيها اختزال 8 نواقل بالنسبه لكل جزيئه، لا كاين اكثر من 8 نواقل بالنسبه لكل جزيئه. الاكسده الكامله اللي 4 اف ا دي اش، ما عندناش 4 اف ا دي اش وعندنا اكثر من 2 ان ا دي اش. يتم انتاج 4 سي او 2 لكل جزيئه من الجلوكوز على مستوى حلقه كريبس، فقط 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 في حلقه كريبس عندنا 4 ديال السي او 2 اللي كيتنتجوا، وعاد عندنا واحد السي او 2 كيتنتج لينا في انحلال الجلوكوز وفي تحويل حمض البيروفيك الى. اذا الاختيار اللي صحيح هو الاختيار إيه. السؤال 3. العضله الارتخاء العضلي لا يستهلك الاي تي بي، بالعكس يستهلك الاي تي بي. التقلص المنطقه ا اثناء تقلص المنطقه ا اثناء
اثناء التقلص العضلي. هذه المنطقه ما تتقلص، يعني تتبقى هي هي. يتم تخزين الكالسيوم على مستوى على مستوى الشبكه الساركوبلازميه، وي لا ريتيكولوم ساركوبلازميك، هذا صح. لا تتقلص المنطقه، لا بالعكس، اش المنطقه اش تتقلص، المنطقه ا هي اللي ما كتقلص. السياله العصبيه غير مسؤوله عن تحرير الكالسيوم، لا، السياله العصبيه مسؤوله عن تحرير الكالسيوم. اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. نمشيو للسؤال الموالي. مكونات خيوطات الاكتين، اذا كتعرفوا ان العضله فيها واحد الخيوط دقيقه بحال هكا، غادي ندير غير تمثيل بسيط، واحد الخيوط غليظه. هاد الخيوط غليظه هما الميوزين، كيكونوا خارجين منهم واحد الرؤوس بحال هكا، هادو هما خيوطات الميوزين كيكونوا خارجين منهم واحد الرؤوس، وهادو خيوطات الاكتين. اللي جينا نشوفوا خيوطات الاكتين شنو فيه، في واحد الجزيئات ديال الاكتين، واحد الكريات ديال الاكتين، وهاد الكريات ديال الاكتين. دونك اول حاجه كاين الاكتين، وما بين كل دونك هنا عندي الكريات ديال الاكتين، ها هما سبعه. فاش غنبغيو ندوزو لثمانيه كنلقاو هنا واحد سكون نابيل تروبوني، وعاد كاين واحد الخيط ديال التروبوميوزين. اذا الخيط ديال الاكتين كيتكون من تروبونين، تروبوميوزين والاكتين. اذا ماشي تروبونين والاكتين فقط، ماشي غير تروبوميوزين، وانما تروبونين، تروبوميوزين والاكتين. اذا السي هو الاختيار الصحيح، تروبونين تروبوميوزين لا، تروبونين وتروبوميوزين والميوزين لا، مفهوم؟ اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. سؤال 35. الوراثة، يتم تركيب البروتينات في الشبكة السيتوبلازمية، ماشي في الشبكة السيتوبلازمية. النيكليوزيد هو النيكليوتيد زائد حمض في، لا العكس، النيكليوتيد مش النيكليوتيد هو النيكليوزيد زائد حمض فوسفوري، ماشي النيكليوزيد هو النيكليوتيد زائد، لا. يتم وضع، دونك هذا هو غلط، يتم وضع الار ان في النواة وفي السيتوبلازم، هذا صحيح. المورثة هي شكل من أشكال صفة محددة، لا هذا خطأ. تتكون الريبوزومات من ثلاث أجزاء، لا فقط من جزئين. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. من بين هذه الأمراض اختر المرض الناتج عن تغير في عدد الصبغيات. إذا عدد الصبغيات، مرض ثلاثي الصبغي ما كاينش فيه عدد الصبغيات، مرض داون ما كاينش فيه عدد الصبغيات، صياح القطط ما كاينش فيها، المرض اللي عنده علاقه هو المرض ديال تورنير، ها مرض ديال تورنير. دونك هنا اختيار سي كذلك هنا صحيح. المورثه هي الشكل او الاشكال التي تاخذها الصفه، هذوك الحليلات، اصغر جزء من الدي ان تقابله صفه معينه. وي عدد الصبغيات المتواجد داخل الخليه المورثه هي عدد الصبغيات، لا. المورثه هي جزيئات من الار ان، لا. يتم انتقالها فقط عبر التوالد الجنسي، لا. اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني او الاختيار بي. الكريات اللمفاويه، واش بي يتم انتاجها داخل النخاع العظمي ثم نضجها داخل العقد اللمفاوية، لا، كتنتج داخل النخاع العظمي وكتنضج داخل النخاع، يتم انتاجها داخلنا ثم نضجها في الطحال، لا، كتنضج داخل النخاع العظمي. الكريات اللمفاوية تي يتم انتاجها، الكريات اللمفاوية تي يتم انتاجها داخل، انتاجها ونضجها، لا، ما كاينش ونضجها، حيت النضج ديالها كيكون في التيميس، في التيميس، ماشي في، في الكريات اللمفاوية يتم انتاجها داخل النخاع العظمي، وي، ثم نضجها على مستوى العقد اللمفاوية، لا، ماشي على مستوى لي كونغليون لمفاتيك، ولكن او نيفو دو تيميس. اذا الاختيار اللي كيبقى عندنا هو كل الاجوبة خاطئة، الجواب الصحيح ما كاينش تما. جزيئات المركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي، يتواجد سي ام اش على سطح جميع خلايا الجسم، ماشي خلايا الجسم كاملين غير المنواة. اللمفاويات تتعرف على المحدد المستضاد
المعروض من طرف السي ام ماشي بالسي ام اش 2. الليمفوفيت تو تتعرف على محدد ماشي بالسي ام اش 1. السي ام اش 1 السي ام اش عباره عن جليكوبروتينات وي سو سون دي جليكوبروتين تتواجد على مستوى الغشاء الخليه وي صحيح. الام بنيه كيميائيه واحده لا ماشي واحده كاين عده بنيات لا تتغير يعني ماشي كاع الكائنات الحيه عندهم كاع البشر عندهم نفس البنيه ديال السي ام اش لا السي ام اش كيختلف من شخص لاخر اذا الاختيار دي صحيح هو اختيار دي. مضادات الاجسام لي زونتيكوب تتكون من سلسله بروتينيه ثقيله وسلسله بروتينيه خفيفه وي ولكن فيهم يعني سلسلتين جوج سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين ماشي غير سلسله سلسله. يتم تركيب سلسله بروتينيه خفيفه من المورث الموجوده في الصبغه رقم 17 لا ماشي الصبغه رقم 17 وماشي الصبغه رقم 2 وانما الصبغه رقم 14. اللمفاويه هي المسؤوله عن مضادات الاجسام لا اللمفاويه بي هي اللي مسؤوله عن مضادات الاجسام دونك الاختيار الصحيح هو دي. وهكا كنكونوا سالينا التصحيح ديال هذا الامتحان. نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.